جمعية الأعمار العراقية جمعية عريقة. نشاطاتنا اليوم طبعا كدسناها على المخيمات، اليوم مخيم العلم، مخيم مساجد الشيوخ، ومخيم ايضا الشهامة. المخيمات قاعد تقل، يعني اغلب النازحين قاعد يرجعوا لبيوتهم، ولكن هناك عندنا بعض المعوقات، ولكن الحمد لله والشكر دن فرقنا مستمره بالدعم النفسي، فرقنا مستمره بالبرامج التوعيه، ايضا مستمرين في بتوزيع المواد الاغاثيه والغذائيه في عموم المحافظه. حاليا دن نتوجه على المناطق العائده حديثا اللي هي مثل ناحيه الصينيه في قضاء بيجي، وايضا قضاء بيجي ايضا نتوجه عليها. عندنا 1250 حصه ان شاء الله مرصوده لناحيه الصينيه، وايضا وزعنا 250 حصه، وفي ناحيه العلم ايضا وزعنا حوالي 200 حصه، وان شاء الله مستمرين بنشاطاتنا كجمعيه الاحمر العراقي في عموم محافظه صلاح الدين.